بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فرقم هذا الشريط هو 8303. قصيدة كتبتها في وصف مسقط رأسي منطقة الباحة، ولعل ما ذكره الأستاذ أحمد عن أبها قد دفعني إلى أن ألقي هذه القصيدة، لأن الأبها أخت الباحة في هذا المجال. نعم، رأينا بأعيننا ورأى الرجل يعني. حدثيني عن رحلة الأقمار وعن الليل يحتفي بالنهار، حدثيني عن الجبال ذراها تمنح الغيم نظرة استكبار، حدثيني عن التلال عليها طيلسان من أجمل الأزهار. لم تجبني وأغفلت كل حرف في سؤالي، ولم تراع انتظاري ورأت عثرتي على درب صمتي فمضت دون أن تقيل عثاري، وأشارت بكفها فإذا بي لا أرى غير واحة واخضراري. ها هنا يا فؤاد مسقط رأسي، أتراني نسيت أهلي وداري؟ هذه الباحة التي علمتني كيف أهدي لحني إلى قيثاري، كيف أبني على روابي حنيني قمما من روائع الأشعار، كيف أشدو لأمتي وأناجي ذكرياتي وأحتسي أخباري، كيف أبكي قدسي وأبني لقومي أملا بالجهاد والإصرار. هذه الباحة التي ألبستني من ثياب الوفاء خير إزاري، أسمعتني صوت الندى وهو يفضي بخفايا الندى إلى الأزهار، حاصرتني بحسنها ففؤادي يتغنى بحسن هذا الحصار، في رباها كحلت بالحسن عيني وعلى أفقها رسمت مداري، في رباها عرفت معنى يقيني وولائي للواحد القهار، في رباها قرأت قصة قطز وهو يهفو شوقا إلى جل ناري، عند زيتونها ترعرع شعري ونمت همتي وعز اصطباري، علمتني جبالها كيف أبقى صاعدا في مراتب الأخيار، علمتني صخورها كيف أبقى صامدا رغم قوة التيار، علمتني غيومها كيف أبني فوق أرض العطاء صرح فخاري، علمتني أشجارها كيف أرمي في أكف الحساد حلو الثمار، في ربا غامد وفي زهران يعرف الطل قيمة الأسحار، يعرف الغيم كيف يعقد فيها كل يوم مجالس الأمطار، يعرف الفجر كيف يرسم فيها لوحة لا تطيق أسر الإطار، يعرف البدر كيف يسكب فيها نوره في مجالس السمار، يا ربوع الزيتون واللوز يعطي في سخاء يا واحة الزوار، مذ رحلنا ونحن نسعى ولكن ما بلغنا نهاية المشوار، أنا في هذه الروابي مقيم بفؤادي مهما يشط مزاري. القصيدة الأخرى، لأننا ذكرنا المصائف وذكر الأستاذ أحمد بانكوك، قصيدة كتبتها تعبيرا عن قضية اجتماعية نعيشها،
فكما رأينا أنموذجا في أحمد الزهراني الذي يقضي إجازته في أفغانستان، نرى نماذج أخرى تقضي مع الأسف إجازاتها في بانكوك وفي مانيلا وفي لندن وفي باريس وفي تلك الأماكن التي نعرف من أخبارها الكثير. هذه قصيدة عنوانها يوميات مراهق عربي خارج الحدود. يعني بدل خنفوس. نعم. طيب. ليلي أرقصه على سهراتي. هذا المراهق يتكلم مو بنا. ليلي أرقصه على سهراتي والفجر يعرف غفوتي وسباتي. نعم. والشمس تجهلني فلست أرى لها وجها ولم تنظر إلى قسماتي. أعددت في طلب اللذائذ مركبي ودفعته في لجة الرغبات. وصنعت من زيف الهوى قلم الهوى وملأت من حبر الضياع دواتي. وغدوت أكتب كل يوم قصة للهو حتى استوحشت كلماتي. في أرض أوروبا قتلت كرامتي وأضعت في حاناتها ثرواتي، وعلى مسارحها نثرت دراهمي وأجدت فيها أحسن الرقصات، وهتفت فيها باسم نادي الذي أعطيته قلبي وكل حياتي. باريس تعرفني ولندن لم تزل ترنو إلى جيبي وحسن هباتي، وعيون مانيلا تراقب مقدمي ولكم غرست بأرضها شهواتي. كم زرت فيها من مواطن فتنة وأطلت في ساحاتها وقفاتي، وأقمت فيها من هوايا معالما ونقشت فوق جبينها خطواتي. كم حانة ذوبت فيها همتي وعقدت فيها خير مؤتمراتي. شهرين لم أسمع نصيحة والد أبدا ولم أجبر على الصلوات. شهرين لم أسمع تلاوة قارئ يتلو علي زواجر الآيات. وشربت فيها الكأس حتى خلتني أدمي فؤاد الكأس بالرشفات، وجعلت فيها الليل يكره نفسه من سوء ما أجنيه في سهراتي. وجمعت للتذكار 2000 صورة أفنيت في تصويرها عدساتي، ودعوت أصحابي أذيب قلوبهم بمغامرات اللهو في رحلاتي. لا تسألوا عني ولا تتعجبوا مني ولا تبكوا على سقطاتي، أنا فارس يغزو ميادين الهوى فسألوا بقاع اللهو عن غزواتي. ولكم عثرت على الطريق ولم أجد من بالحنان يقيلني عثراتي. وإذا سألتم عن أبي فأبي له رسم على بوابة السفرات. أرخى زمامي ثم راح يلومني ويهينني بقوارع الكلمات. أنا يا أبي الغالي ضحية ثروة فتحت لقلبي أسوأ الصفحات. أغرقتني فيها وما راقبتني وتركتني كالصيد في الفلوات. كم كنت أبحث عنك يا أبتي فما ألقاك إلا تائها النظرات. هلا أبيت علي أن أمشي إلى حتفي وأن أسعى إلى صبواتي. أرسلتني للغرب يا أبتي ولم تشفق على عقلي من السكرات. أنسيت أن الغرب سر شقائنا وإليه تنسب أبشع الآفات. يا من تريقون الدموع تأسفا وتحركون كوامن الحسرات، لا تسألوا عني فإن مطيتي في الصيف نحو بلادهم
نزواتي، أنا واحد من جيل أمتكم، له قلب يكاد يضيق بالنبضات، أحلام نفسي لا تحد وهمتي عظمى وسيفي وارف الضربات، أنا لست وحدي في طريق متاهتي، أبناؤكم في الغرب بالعشرات، أبناؤكم في الغرب مصدر رزقه يتصدقون عليه بالنفقات، سلمتموهم للعدو غنيمة فلتغسلوا الأدران بالعبرات، ولتعقدوا في كل يوم جلسة ممهورة بمزيف الدعوات، سر الهزيمة أننا من جهلنا نرمي إلى الأعداء بالفلذات. السلام عليكم. جزاك الله. عليكم السلام وشكرا جزيلا وبارك الله فيك. الأستاذ الدكتور عبد الله الآن يتجلى، لا عنده قصيدة. لا بحكي لي أول شيء وبعدين نختمها. أنت مسك الختام. نعم. تفضل بارك الله. في مسك ختام آخر إن شاء الله في النهاية بعد. إن شاء الله. الله يبارك. كنت وعدت في بداية الأمسية أن ألقي القصيدة المأزق التي ما يراني الشيخ أحمد إلا ويذكرني بها، وهي على أي حال كما قلت خيالية، يعني لا أساس لها من الصحة لقصتها. والناحية الثانية أنها قديمة أيضا، يعني في عام يعني خيال من عمر بن عبد العزيز مسك الفرزدق وقال له والله تستاهل أحدك الآن، يعني أرجمك إلى الموت، قال له والله لن تستطيع، قال له أن تقر أنا نفسك أنك زنيت، تقول تدليت أزني من 80 قام إلى أقول فلما استوت رجلايا قلنا بلهفة أحي فيرجى أم قتيل نحاذره، وهذا اعتراف، قال له لقد برأني ربي من 10 من فوق 7 سماوات، يقول والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال له أما عندك هذا الجدل فمن في إلى جزيرة فرسان، ودعا هناك جرير هجاء يقول له نفاك الأغر بن عبد العزيز وشكلك ينفى من المسجد. جزاك الله خير. نعم. لا احنا نقول كل خيال في خيال. يعني ولكن ما صح. هذا عذر مقدم من الشيخ أحمد. القصيدة بعنوان حجر وطين، وهي من مواليد عام 94، يعني قبل 15 سنة. أنا فوق نار جفاك مرجل لهفة يغلي حنين، طالت عليه مسافة الزمن الموشح بالأنين، فغدوت يا حلم الجميل برغم إخلاصي مدين، ردي شريط الفكر منك فربما تتذكرين، يوم التقينا لاعبين بكومة حجر وطين، طفلين نجهل ما الحياة وما الزمان وما المنون، آتي إليك بذلك الطين الجميل فتضحكين، وأراك تطرحينه في الماء عندك كي يلين، وأجيء أحمل صخرة في حجم رأسي قد تكون، ولربما تعبت يدايا وعند ذلك تقبلين لتساعديني كي نوصلها لملعبنا الحصين، وعلى الشمائل صبية من مثلنا وعلى اليمين كل يعالج لعبة كيما يبذ الآخرين، أما الكبار فهم حوالينا غداة رائحون يتحدثون حديث أفراح، وآخر ذا شجون، وأنا وأنت نشيد البيت الصغير مثابرين، ولربما يأتي الصغار إذا رأونا سابقين فيخربون صنيعنا، فإذا نهضنا يهربون ونعيد ما قد أتلفوا، وأضل حارسك الأمين حتى إذا تم البناء
ورحت طورا تقفزين، أو تارة جنبي وجنب البيت ذلك تجلسين، فأظل أنقل ما يجول بخاطري وتحدثين، فإذا رأينا الشمس تخشى أن تشاهدها العيون، خفرت فأخفت وجهها بين الفيافي والحزون. رحنا إلى الدار التي تحوي أعز الوامقين، وأنا أقود خطاك حتى باب دارك تطرقين، وببسمة فمك الجميل يجود ثم تودعين، فأعود أركض نحو منزلنا كشأن العائدين، وبخاطري أن سوف ألعب في غد وستلعبين. ويحقق المأمول. ثم تمر بي 5 سنون فأصير أرعى بالقطيع. دخلنا الآن يا شيخ. فأصير أرعى بالقطيع وأنت دارك تلزمين، ولقد أمر بحقلكم فأرى به عنبا وتين. ولقد أمر بحقلكم فأرى به عنبا وتين. أتسلق السور الصغير كذا. مظبوط الكلام. عمليات يعني محاولات تدريب. نعم. أتسلق السور الصغير أطل هل من ناظرين، وأمد كل يد أجد، وما أكاد لأستبين، حتى يفاجئني أبوك بضربة قد حتى يفاجئني أبوك بضربة طنت طنين، فأصيح صار الحب أشغال شاقة. نعم. وأمد كل يد أجد، وما أكاد لأستبين، حتى يفاجئني أبوك بضربة طنت طنين، فأصيح آهي وأشتكي وأرى أباك غدا حزين، أو أنت ذياك الصبي أبوه صاحبنا الأمين، فأجيب إني لم أكن إلا سليل الأكرمين، فأثير دهشة ذلك الشيخ الجليل وبان لين، فأشار لذهب لا تعد أخرى، وفي هذه الغضون تصلين أنت ونلتقي وترين لي بل تفهمين، وشفعت لي عند الأب الحاني وكنتم مكرمين، وبنظرة ولها شعرنا أن شيئا ما دفين، صعدت من عينيك طرفي نحو ذياك الجبين، فإذا به إشراقة البدر الجميلة والفتون، فإذا به إشراقة البدر الجميلة والفتون، ولمحت شعرك فاحما بل مفحما للواصفين، متسلسلا متبعثرا وينصه جيد مصون، وخفضت طرفي فانبهرت وباهري خصر ضنين، ما كنت أعرف ما الهوى حتى ابتدأت تلقنين. أما وقد صرنا نسير على دروب العاشقين، فلكم ستلقانا عواصف من فراق أو حنين، لكن لنثبت فوق قاعدة الوفاء ولن نهون، تمتمت في نفسي إليك على الصمات أتذكرين، ثم انصرفت إلى القطيع أنا وأنت تفكرين، ولقد علمت بأنني ما زلت حارسك الأمين. ننتهي هنا ولا باقي فيها شأن؟ فيه أحضرت لي طبقا واشتبعت من عنب وتين. لا هو مرن به. وضربت لي ميعادك البكر الذي كشف الظنون. أنا كنت أود أن أقف هنا لكن. وضربت لي ميعادك البكر الذي كشف الظنون، وأتيت أختلس الخطى كاللص خيفة أن أبين، وجذبتني مذبان طيفك آه مما تجذبين، ورأيت أن الوقت حان وربما قد لا يحين، فحثثت خطوي حيث كان يحثني شوق مكين، وهناك عي فصيحنا وتحدثت منا العيون، وتضخمت لحظاتنا حتى تضاءلت السنون، لكنه لا زال
يغمرنا انبهار في سكون، ومددت من عينيك موجا آه لولا تجزرين، وتبجست أحلامنا والحب كان هو المعين، وترقرقت آلامنا أملا ومنطلقا متين، وحصون فرقتنا ثوت ولوصلنا ارتفعت حصون، وسجين فرحتنا تحرر والأسى أضحى سجين، ما من رقيب غير طيف الطهر حارسنا الأمين، أو جدول ينساب ملتاعا يتمتم في سكون، أو غصن آس في مناجاة لزهرة ياسمين. ثم اتفقنا أن نعود إلى اللقاء لو بعد حين، وببسمة فمك الجميل يجود، ثم تودعين وبخاطري أن سوف أرجع في غد وسترجعين ويحقق المأمول، ثم تمر بي خمس سنون وهناك تنسين الوداد وتنتهين وتبدئين، فسلوت خل صباك واستبدلت قلبك يا خؤون، ولقد علمت بأن درب الغدر أسهل، ولقد علمت بأن درب الغدر أسهل ما يكون، لكنني لي من وفائي عزمة تأبى تهون، فإذا نسيت فلم تزل ذكراك لي حجرا وطين. بس انت ما كملت القصة انه ضاع جدي وكنت ألقى من ابوك برضه وصار انت الباب لنا، ولكني يعني احببت هناك في ديار القربة، بارك الله فيه، وكان حبا جارفا الحمد لله. هي امريكية وقد تزوجتها، وهذا لأول مرة أبوح به. نعم بارك الله فيك. وهذه قصيدة وداع ووفاء. عندما كنت مغادرا يعني بلاد السام، طلبت مني لأني لم أستطع أن أدخلها معي هنا، فزوجتها، وزوجتها على ثلاثة أخوة دفعة واحدة. ما أنجبت منها؟ هم من الإخوة من السودان الشقيق، ليس عندنا الدكتور مرغل، فوضعت قصيدة أودعها فيها وأذكر وفاءها أيضا لي في الفترة سودانية؟ التي أقمت معها. تزوجت سودانية؟ لم نفهم، تزوجت سودانية؟ لا، تزوجت أمريكية. أنجبت منها؟ لا لم أنجب. زوجها ثلاثة يقول. كيف؟ وإنما زوجتها عند مغادرتي ثلاثة ثلاثة الإخوة. نعم نعم نعم، بارك الله. فوضعت قصيدة في وداعها ووفاء لها بالعقل، فأقول سيارتي حان الوداع، وحل بي أمر جلل. ستفاجئون فعلا، لأنه سيارتي حان الوداع وحل بي أمر جلل، سيارتي حل الفراق وليس عندي من حيل. مرت بنا الأيام والسنوات لا نشكي الملل، وغدت حكايتنا مثال يحتذى نعم المثل. أنعم بها من خلة، من خلة، هذه ما فيها، لا هذه ما فيها خلة، تمام. أنعم بها من خلة بين الجماد وما حمل، يا مركبا طال الزمان ولم تحك فيه العلل، كفراتها دوما تدور وليس فيها من خلل، وبها المكينة دائما تفخر بأيام العمل. ما خاب ظني مرة فيها ولا خاب الأمل، من لمسة في الصبح تعمل كالسراج إذا اشتعل. الله، وين هذه خمس جبنيات؟ وإذا استوت في خطها كان الأمان بلا وجل، وإذا اسرعت كانت كمركبة تطير إلى زحل. هذا زحل مشهور بالشؤم. وإذا تهادت الله يبعد عنك السوق. وإذا تهادت في الطريق رأيتها تمشي ثقل، تمشي كما تمشي السحابة لا تريث أو عجل. والله تمشي بتوفيق من الرحمن لا تخشى العطل. الحمد لله. يا مركبا طاف الديار وكل يوم مرتحل
عداده قد جاوز 90,000 أو أقل، لكنه في عزه يطوي الصحاري والجبل. يضحك على السودانيين ليبيعه. نعود مرة أخرى إلى سؤال يتردد دائما للإخوة في كثير من الأمسيات الأدبية وأيضا في كثير من المنتديات الأدبية، نقاش طويل حول استحقاق الكاتب الكبير نجيب محفوظ كما يقولون كبيرا على يعني ذمتهم للجائزة. وطبعا مثل هذه الجائزة أعطيت لنجيب محفوظ وهو عربي، وهناك آراء متضاربة حول استحقاق هذا الأديب لهذه الجائزة. ولذلك دائما وفي كثير من المنتديات الأدبية يثار نقاش حول هذه الجائزة واستحقاق هذا الأديب لها، ولأول مرة تعطى لعربي. فنبدأ برأي الشيخ أستاذنا أحمد عقيلان ليعطينا رأيه حول هذه الضجة المفتعلة في كثير من الصحف والمجلات وأيضا الإذاعات العربية حول هذه الجائزة، فليتفضل. ثم سنعطي الدور للأخ عبد الرحمن عشماوي، ثم الأخ أحمد، ومن أراد أن يعلق فأهلا وسهلا بك. أنا أقترح أن واحد يتكلم بلسان الثلاثة، إما الأستاذ عبد الرحمن أو الأستاذ أحمد، لأن رأينا واحد وعايزين احنا نختصر الطريق علشان نروح الليلة، الليلة الخميس والواجبات ليلة الخميس على الإخوان تتضاعف. لا عاد الأستاذ انت عارفين يعني رفع راية الاستسلام في وجه الحوادث، وبعدين تعرفين ان الشايب إذا تزوج يعني جديدة لأنه أجمل أيامه هي الماضية بصير يعيش على الأحلام ويحدثها قصص، بس هي تكره تلك القصص أعوذ بالله. يقول أبو العلاء يحدثها ما لا تريد استماعه، ولم يبقى عند الشيخ غير كلام. تود لو أن الله يعطيه موتة ليرزقها من بعده بغلامي غلام من غير يعني. المهم شوفوا يا إخوان، جائزة نوبل قديما وحديثا صاحبها المستر نوبل وهو رجل يهودي من السويد واخترع الغازات السامة فأهلك البشرية وأراد أن يكفر، إن صح مع أن اليهودي والله ما يحب أن يكفر لأنه من ضمن عقيدته قتل البشر وشرب دماؤهم. ولو أن في الوقت متسع لحدثتكم عن أمور حصلت في بلادنا من قتل الأطفال لشرب دمائهم بأمر من أكبر حاخام، يعني لما يقتل طفل في جريمة ما يهم، لكن يجي الحاخام يقول أنه إحنا عايزين في عيد الفصح دم غير يهودي لنشربه، هذا الشيء لا يطاق. المهم الجائزة صهيونية يهودية ولا تزال يهودية، وحسبك أنه على قدر ما صار في العالم العربي من مبدعين ما أعطيت إلا مرة واحدة مناصفة بين عربي وإرهابي يهودي اللي هو أنور السادات ومناهم بيغن، هذه المرة الوحيدة لما اليهود يعني خالطوا المصريين في كامب ديفيد، العرب انقسموا إلى قسمين، قسم احتقر مصر كيف يعني تكون أكبر دولة عربية 50 مليون تمد يدها لليهود وتعلن الاعتراف بهم قبل غيرها وهي أولى الناس بسبب طاقاتها أن تتشدد، لكن المصريين بعضهم كان متقزز وبعضهم ضرب قنابل على السفارة الإسرائيلية، وكثير منهم والله للآن ما هم معطين الأمان للسفارة الإسرائيلية أبدا ولا هي داخل مزاجهم. وبالأمس قرأت أنا أنه منبر السفارة الإسرائيلية يجب أن يزال من القاهرة، تقدمت المعارضة لها.
فيه يعني أشخاص في مصر كانوا من قديم في الجامعة المصرية، وبعضهم إسرائيل ويلكنسون هذا من عريقين أساتذتنا القدامى في فقه اللغة، وموجود في جامعة أثري. ما في يهودي متفرغ للعلم، كاين في هالمدة هو مركز من مراكز التجسس على الجامعة، الدكتور إسرائيل ويلكنسون يهودي. هذا كشف عن وجهه لما صار تطبيع العلاقات، وإذا هم من شلة الماسونية. طبعا اللي يعني كشف عن وجهه المرة الدكتور لويس عوض، معشوق بعض الجماهير من الحدثيين هنا، لأنه أستاذ أمل دنقل. بالمناسبة شفنا قصيدة لإحدى السعوديات ترثي أمل دنقل لما مات الرجال صعلوك، ومن كثرة الصعلكة والشذوذ الجنسي والفوضى الجنسية أصيب بالسفلس، واضطروا أن يقطعوا له عضوه الحساس. شهيد ما شاء الله. في مهرجان جرش برضو العام الماضي أقاموا يوم اسمه يوم الدكتور خليل الحاوي. خليل الحاوي يئس من رحمة الله وقتل نفسه، يوم من أجل الشهيد. إحنا يا إخوان نعيش في مفاهيم منقلبة والله قسما بالله. وراحوا له اشترك الوفد السعودي في موكب الشهيد خليل الحاوي ويومه الذي مدح فيه. المهم أنه كان الأستاذ نجيب محفوظ، وأنا والله يعني قصص مصرية وكنا نتسلى بها، وخصوصا ثلاثيته هذه. بس الرجل أولا في حياته ما ذكر فلسطين في قصصه، هي قصص من البيئة المصرية. ثانيا في حياته ما سب اليهود أبدا. ثالثا في حياته ما كان مغزى واحد في قصصه فيه توجيه إلى الجهاد. في قصص مثلا لبعض الأحبة من وطنيين المصريين تجد فيها ثورة وطنية، ما رأينا في قصصه إلا يعني أشياء تجعل الإنسان ناسي أو غافل. ما ذكر بسوء دولة إسرائيل إطلاقا، أظهر ابتهاجا كبيرا جدا بتطبيع العلاقات، وطالب بإعادة بني إسرائيل إلى مصر كما كانوا ذات يوم بعض بنات حضارتها أيام موسى. وهلل طبعا هو توفيق الحكيم أكثر ناس، عندما طبعا الصهاينة في اجتمعوا من أجل جائزة السنة هذه. لا شك أنه هو في الفن القصصي يعني موهوب، ما حد بيقدر يقول لا. وتذكروا هم أن الرجل أن العرب حرموا من هذه الجائزة، وصارت الأصابع تمتد أنه هذه صهيونية، وانكشفت قالوا خلينا نذر الرماد في العيون فنعطيها لهذا الرجل الذي ما آذى إسرائيل، بل هلل وسر سرورا بالغا عندما دخل اليهود مصر في سفارتهم. والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. إن كان عند الأساتذة بارك الله فيه ما يضيفون، وأنا أصلاً أعرفهم هم الاثنين، لكن كذا زيادة. هو الكلام الذي قال الأستاذ أحمد يعني كلام منطقي ويبدو أنه الحقيقة في هذا الأمر. وبالعكس أنا أتصور أنهم كانوا يعني حالفهم النجاح كثيرا عندما منحوا الجائزة لنجيب محفوظ، لأنه كما سبق أن قلت في لقاء سابق وكنا في نقاشنا والأخ أحمد بهكلي، العملية أنها فتحت نافذة للأدب العربي على العالمية، لكن هذه النافذة التي فتحت إنما فتحت على أسوأ ما عندنا الحقيقة. ونجيب محفوظ في حقيقة الأمر يعني من خلال قصصه ورواياته هو رجل غربي يكتب بلغة عربية ويمثل المذهب الواقعي بكل ما في هذا المذهب من سوء. الواقعية كما تعلمون هي تعتمد أساسا على تصوير الرذيلة والشر في المجتمع، وتعتبر الفضيلة استثناء في المجتمع. هي طبعا المذهب في بداياته كان المفروض أن يصور الواقع كما هو خيرا وشرا يطرحه أمام الناس، لكن الحقيقة الواقع كل الأدباء الواقعيين تقريبا كانوا دائما يتتبعون مواطن الشر والرذيلة في المجتمع فينشرونها. روايات نجيب محفوظ هذه هي
ولمن قرأها ولمن أراد أن يطلع عليها فيما بعد. رواية مليئة أولا كما قال الأستاذ أحمد فيها قومية منغلقة تماما، وتطبق المنهج الواقعي الذي لا يمكن أبدا أن يكون دليلا على المجتمع المصري متكاملا. إذا كانت الآن يعني حتى يتكلمون عن الثلاثية يقولون ثلاثية نجيب محفوظ تمثل الواقع المصري من بعد الحرب العالمية الأولى إلى منتصف الحرب العالمية الثانية، فإذا كانت تمثله فهذه كارثة، ونحن نعلم ويعلم الإخوة في مصر أنها لا تمثل الواقع المصري على حقيقة، لأن الثلاثية ما هي إلا مجموعة قصص لعدة أسر عاشت في حي معين وفي مجتمع معين. هذه الأسر كل حياتها خمر ونساء ودعارة، والأب يعشق فلانة ويزوجها لابنه وهي عشيقته، وهذا لا يمثل الواقع المصري الحقيقة، إنما هي أكذوبة كبيرة. وقد كسبت الصهيونية بإعطاء الجائزة لنجيب محفوظ، ولم تكسب اللغة العربية، ولم نكسب نحن، ولم يكسب الأدب العربي. جددت الثقة. نعم، هو ما في شك أنه يعني الجائزة لم تعطى لعربي، أعطيت لمن؟ لنجيب محفوظ. لماذا أعطيت لنجيب محفوظ؟ لأنه يمثل مذهب غربي خير تمثيل، وهذه حقيقة لا نتجنبها على الرجل. الذي يؤسف والحقيقة ويجرح القلب من الداخل أننا نجد حتى بعض الكتاب الذين نسميهم كبارا في عالمنا العربي سواء في المملكة أو في غيرها يروجون لهذا الأمر ويطبلون له تطبيلا مؤذيا في الحقيقة، وما كان يجب أن يحصل ذلك، لأن الحقائق يجب أن لا تخفى، خاصة أن لدينا أجيال يريدون أن يعرفوا حقائق الأمور، فلماذا نغطي؟ وأنا في تصوري هذا رأيي أن الجائزة ليس فيها أي إيجابية، وإن كان الأخ أحمد باكري في تلك الليلة قال لا إن فيها إيجابية، فتح نافذة على الأدب العربي، وهو معترف أو مقر تماما وهو مطلع على أدب نجيب محفوظ أن نجيب محفوظ الحقيقة لا يمثل أدبه أبدا الاتجاه المتزن، على الأقل لا نقول الاتجاه الإسلامي لأنه بعيد عن أجواء نجيب محفوظ تماما، نجيب محفوظ بعيد جدا عن الاتجاه الإسلامي إذا أردنا، لكن حتى لا يمثل الواقع المتزن ولا الاتجاه المتزن في الأدب. فهذه وجهة نظري، يعني الجماعة كسبوا كسبا كبيرا أن أعطوا نجيب محفوظ هذه الدعاية الكبيرة وهذا الزخم العالمي، وهي جائزة كما تعلمون عالمية، فأعطت نجيب محفوظ سمعة كبيرة جدا إلى درجة أن الروايات الآن تباع بطريقة غريبة ونفذت من الأسواق ويقرأها كثير من الشباب الحقيقة، وهذا مكسب آخر أن تقرأ أجيالنا هذه الروايات. عندما يأتي واحد يقرأ الثلاثية ويقرأ أحمد عبد الجواد وأحب زنوبة وزوج زنوبة الولدة وهي عشيقته وسبق أن ضاجعها أكثر مرة بالحرام وتستمر، يعني عملية الحقيقة مؤذية جدا. ارجعوا لدنيا الله روايته، ارجعوا لثرثرة فوق النيل، اللص والكلاب، أي رواية من روايات نجيب محفوظ تمثل هذا الواقع الحقيقة. فهذا مجمل رأيي في الموضوع، وإذا كان لدى الأخ تعليق يريد أن يتكلم. تقول لي عيناه. والموضوع أو الحديث في هذا الموضوع بالنسبة للأخ عبد الرحمن العشماوي ولي على الأقل مكرر، لأننا سبق أن التقينا قبل أسبوعين في جامعة الإمام في أمسية مماثلة وسئلنا مثل هذا السؤال أجاب الأخ عبد الرحمن بنفس الجواب، وأتوقع أنني الآن سأجيب بنفس الجواب أيضا. أنا أقول بداية ذي بدأ أنني أتفق مع الشيخ أحمد فرح وقيلان في توجه الرجل، لأن توجه الرجل حقيقة يعني لا يقبله أي مسلم أو على الأقل أي عربي مخلص لعروبته، دعونا من قضية مسلم لأن الرجل بعيد مراحل كثيرة عن قضية يعني التحمس الإسلامي. وأيضا أتفق مع أخي عبد الرحمن في قضية أن جائزة نوبل أضفت على الرجل هالة كانت بحاجة، أي الجائزة كانت بحاجة إليها في هذا الوقت خصوصا بعد تواصل الهجوم على هذه الجائزة. إلا أنني قلت فيما أتذكر إن الأوساط الغربية بشكل عام والجامعات التي تدرس الآداب العالمية، لأن كل جامعة فيها أقسام للآداب العالمية، تغفل كثيرا دراسة الأدب العربي لعدم وجود نماذج أو لعدم طرح نماذج تتمتع بالبعد العالمي، يعني على الأقل في منظار الغربيين. فحينما تأتي جائزة كجائزة نوبل وتمنح لشخص كنجيب محفوظ، نعترف جميعا ونتفق على أنه عبقرية فنية، كما يقول الأستاذ محمد قطب في محاضرة قبل أقل من الشهر، يقول بأنه عبقرية فنية. نحن ننظر إليه من حيث فنيته،
وننقده من حيث فكره، نقول بأننا كسبنا على الأقل جانب ولو بسيط في أنه وضع جزء من الأدب العربي ومن اللغة العربية تحت المجهر وتحت الاهتمام، ولو لم يكن إلا فرض الأسماء التي وردت في رواية نجيب محفوظ، أحمد عبد الجواد، لأنهم لا يستطيعون أن يترجموا أحمد إلى أي لفظ آخر. فمكسب لي أن يصل لو جزء يسير من اللغة العربية أو من الفكر العربي عبر إنتاج نجيب محفوظ إلى تلك المجتمعات التي لا تعرف شيئا، هي جاهلة، ويعلم الإخوة الذين عاشوا في أوروبا وأمريكا بأنها جاهلة تماما بأدبنا وفكرنا وقضايانا. فأيضا أنطلق من قضية مبدأ نسبية الخيرية ونسبية الشرية في الإسلام. ليس لدينا شر مطلق في الإسلام، أظن لا أحد يجادل في هذا، لا يوجد شر مطلق في الإسلام، على الأقل تجد نسبة يسيرة جدا من هذا الشر. فلنفترض أن جائزة نوبل شر، لكنها ليست شرا مطلقا، يعني يمكن أن نلتمس فيه بعض الجوانب. هذا هو رأيي باختصار، وشكرا لكم، السلام عليكم. الحقيقة أود أن أعلق، والكلام مفروغ منه، لكن ما أدري يعني هل ما هو المكسب من معرفة اسم أحمد وغير أحمد؟ يعني اسم الرسول عليه الصلاة والسلام معروف عندهم تماما. هم يا أخي الكريم النافذة التي فتحت، المجهر على المجهر على ما سلط، هذا السؤال، سلط على أسوأ ما في أدبنا، يعني لم يسلط على أدب يمثل الاتجاه الإسلامي. ولهذا حتى لو كانت منح الجائزة نجيب محفوظ سيفتح نافذة ويسلط هذا المجهر على أدب عربي، فإنه سيسلطه على أسوأ ما في الأدب العربي بالنسبة لوجهة نظرنا نحن، يعني أدب لا يمثل لا الاتجاه الأخلاقي ولا الاتجاه الإسلامي في الأدب. إذن ما الفائدة؟ يعني عندما تأتي الآن في نماذج من العرب موجودين في الغرب، عندما تأتي أنت في أمريكا مثلا وتجد شاب عربي مسلم في بار سكير ويتكلم بكلام يهدي به، هل هذا أنموذج؟ عرفوه الناس أنه عربي، لكن هل هذا أنموذج؟ إذن ليس أنموذج، ولن ينفعني في شيء، ولن أستفيد منه، وليست إيجابية. ففي تصوري أن الأمر يعني يحتاج منا إلى دقة نظر يا أخوان، ويحتاج منا إلى صراحة، ثم إنه ليس هنالك شر مطلق، لكن الشر في ذاته شر، فالجائزة في ذاتها شر. وأدب نجيب محفوظ بالنسبة انطلاقا من طبعا نظرتنا الإسلامية شر. إذن نحن فتحنا نافذة على أمر ليس أمرا متفقا مع مبادئنا ولا أهدافنا، ولهذا فالجائزة في الحقيقة أنا في تصوري أنها استطاعت أن تكسب الرأي العربي، الرأي العام العربي في هذا الأمر دون أن نستفيدنا. هذه وجهة نظري يعني. يقول الحقيقة الأخ أحمد، وهي وجهة نظر يؤخذ بها، يعني أنه جماعة ما كانوا ينسبون العرب إلى الهمجية والتأخر والسقوط، إذا اطلعوا على روايات نجيب محفوظ سيجدون فيها حبكات فنية معجزة، يعني الحقيقة يعني من ناحية الفن القصصي والفنية، فيعرفون عندئذ أن في العرب عباقرة على الأقل في حبك القصص. يقول أنه يتحول الجهل المطلق إلى يعني نافذة إن العرب جديرون أن يكون عندهم نقطة بداية، يعني فيهم هالعقليات اللي يعني عندهم علماء قادرة، عندهم علماء في الفضاء، وموجود علماء عرب موجودين في أمريكا، ومع هذا لا تزال فكرتهم عن العربية. لا، هو العلم، شوف العلم عندهم بخلوا به علينا وقفلوا مصانعهم نهائي، بس هم فتحوا علينا أدبهم. يعني الآن ما في عالم عربي عارف سر من أسرار الغرب، لكن أي أديب ملقى في قارعة الطريق في السعودية اسألوا عن بودلير بقول لك هذا تأثر به السياب، مع أنه بودلير كان فتح دكان حشيش. يعني هم فتحوا علينا أدبهم على مصراعيه وظنوا بعلمنا. ففي ميدان الأدب الآن عرفوا أنه في مبدعين عرب وإن كان إبداعهم شيطاني. أقول لك معنا في كتاب هجرة العقول العربية أو نزيف. نعم تفضل. تفضل هنا. السلام. أهلا وسهلا. السلام. حياكم. بس أحب أعلق على أنا أرى رأي الأستاذ عبد الرحمن، والسبب أنا درست في أمريكا ونعرف أن الشعب الأمريكي أجهل من الأوروبي، يعني لو كان الأوروبي جاهل فالأمريكي جاهل مركب. وفي أمريكا رجل الشارع يعرف الشاطر حسن، الشاطر حسن رجل الشارع الأمريكي في المطعم يجي يقول لك بابا علي والشاطر حسن على الدين كمان، على الدين وألف ليلة وليلة one night يعرفونها جدا، وتحفة فنية أدبية رائعة. هل فادت في خلق الانطباع الحسن عنا؟
لذلك أنا أجد الأستاذ عبد الرحمن وأرى ما له فائدة أنهم يعرفوا الصورة الممسوخة المشوعة عنا في أدب نجيب محفوظ. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وشكرا. في تعليق يا دكتور عبد الله. تعليق مين؟ تفضل تفضل. تعال هنا. من خلال روايه نجيب محفوظ، من خلال الحبكه الفنيه التي سيجدونها في قصص نجيب محفوظ، سيجدون نفس الهمجيه في الوضع القصصي، لان الوضع القصصي في قصص نجيب محفوظ موجود فيه هذه الهمجيه وهذه الانطلاقه نحو يعني لتصوير العرب تصوير سيء، لتصوير الحارات القذره هذه الهمجيه موجوده ما نفيناها، وان اثبتنا العبقريه الفنيه لم ننفي الهمجيه. كلها حلوة والله، كلها أراء. أنا استفدت منها، والله أحب أن يخف اعتدادي في الأمر هذا، يعني أنا والله كرهان الشلة هذه اللي طبدت لي تطبيع العلاقات. هم أوسخ من في مصر يعني حقيقة، اللي طبدوا لتطبيع العلاقات وذكرت أسماءهم في الكتب الماسونية، لأن يعني المحفل الماسوني في مصر ما كان يلعب، خرب علينا السياسة. لطفي السيد كانوا يسمينه أستاذ الجيل، وإذا هو آخر درجة كبيرة مع الأسف. إحنا يا إخوان كنا غرقانين، واللي يسلطوا عليه الأضواء نقول هذا عظيم جدا، وتدور اسمه تلاقيه في المحفل الماسوني اليهودي. على أي حال أشكر الأحبة اللي أفادوني والله وزادوا حماسي، مع أنه إحنا بنبدي الآراء هذه للناس المتحمسين. قد يكون في أدباء في السعودية يعني اعتبروها فتحا جديدا، فأفكار كلها إسلامية اللي سمعناها، والجلسة أملي فيها أن الله سبحانه وتعالى لم يخلي صفحاتنا وإياكم من حسنات. الحقيقة كان مبادرة طيبة من الأخ الشاب الذي علق، وهذا دليل واضح على أن شبابنا والحمد لله يفرعون وهم متسلحون أيضا بحكم العقل، ولذلك إن شاء الله لن نخاف عليهم من الانجراف وراء هذه القصص، أو على الأقل ما تتضمنه هذه القصص. هنا أسئلة كثيرة لكن ربما أجيب على بعضها. السؤال يسأل عن الأستاذ أحمد عقيلان، هل اشتغل بالتفتيش؟ وأنا أقول اشتغل بالتدريس والتفتيش وكذا، ولا لا يصح؟ لا ما 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 لا الحمد لله. التفتيش لا أقصد التفتيش المدرسي، وليس التفتيش الحرب يعني. لا لا التفتيش فقط على الحدود، ما نتكلم على لا من أصعب المهن التفتيش، لأنه جميع يعني تستغربون إذا قلت لكم في عطف على منصب أستاذ عجيب جدا لما يعني عانيته من هذه المهنة. فكل الأساتذة أحبه، والله أكره أن أكتب عن واحد منهم شيئا فأضيع يعني بين ضميري وبين الواقع في صراع. فأكرمني الله بأني كنت يعني بس كنت رئيس القسم في معهد العاصمة، وأقدر الزملاء الذين من حولي يعني بسموه مدرس أول، وأقدرهم أعظم تقدير لأنهم يعني كانوا علماء كلهم والله، يعني مقبول من أول الحمد لله. طيب هنا يعني سؤال وبإلحاح للأستاذ أحمد، الأستاذ عبد الرحمن العشماوي لإلقاء القصيدة التي ألقاها في حفل الجنادرية أظن العام الماضي أو الذي قبله، لكن نترك إن شاء الله للمستقبل، لأنه لو أعطانا كل ما عنده لا ضاقت الليلة أولا، وأيضا يعني جرفنا كل ما عنده ووقفنا ننتظر الجديد، ويظهر أنه ليس مستعدا يعني على الأقل في الأيام القادمة القريبة، لأنه يدرس الدكتوراه ليس مستعدا للجديد الطويل ذا النفس الطويل عليه حما في علاقة يعني. طيب خير إن شاء الله ربنا يعينك. ليس هناك الحقيقة يعني أسئلة، إلا أن هناك إعلان من اللجنة العامة للنشاط في الكلية، وتدعوكم هذه اللجنة ممثلة من هنا لحضور محاضرة الدكتور محمد المسعدي والأستاذ الشيخ عبد الله الوهيبي، وذلك ضمن فعاليات معرض الكتاب الخامس يوم الاثنين القادم بإذن الله بعد صلاة العشاء في هذه القاعة، فأهلا وسهلا بكم جميعا
مرة أخرى. و إيش موضوع المحاضرة؟ موضوع المحاضرة ندوة، هي عبارة عن ندوة، ندوة بعنوان ماذا نقرأ. ماذا إيش؟ ماذا نقرأ. ماذا نقرأ. نعم نعم مهم. طيب أشكر الإخوة الضيوف بالنيابة عن أعضاء هيئة التدريس الكلية، وأيضا عن العمادة والإدارة. نشكر الضيوف لمساهمتكم معنا في هذه الليلة المباركة، ونشكركم أيضا جميعا واحدا واحدا لمساهمتكم أيضا بالحضور، وشكرا لكم. والضيوف نرجو منهم الجلوس وعدم القيام نحن لكي يأكلوا إن شاء الله وجبة شهية وهي محدودة. لا نعم هذا العمل ما نرضى لا يأكلون معنا الجماعة. لا الله ما ينفع. هذا هو البخل أن تدعو النقرة. شكرا. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرهم أن يتجدد لقاؤهم معكم عبر هذا الإصدار الجديد من إصدارات التقوى الإسلامية. يحتوي هذا الإصدار على قراءة طيبة مباركة لسورة النساء. إن هذه التلاوة قد سجلت من تراويح عام 1400 للهجرة. وأما قارئ هذا الإصدار فهو الشيخ محمد بن سليمان المحيسني. أما الآن فمع التلاوة، وهي برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعونوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت